هيئة الرعاية الصحية هي مقدمة الخدمة. هي دي هيئة الرعاية الصحية دي لازم الناس تفهمها كويس. مش معنى ان هيئة الرعاية الصحية دي ان اي مستشفى تتوصي تحت هيئة الرعاية الصحية ان هيئة الرعاية الصحية هتدير المستشفى دي، لا. زي في امريكا وفرنسا والمانيا والنرويج، انت جاي هيئة الرعاية الصحية دي بتهيمن على واحد، عدالة توزيع التخصصات على مستوى الجمهورية، عدالة توسيع الدكاترة على مستوى الجمهورية. يعني ايه؟ انا عايز افتح اسم مخ واعصاب في المهندسين، هيقولك احنا مش محتاجينك تفتح هنا، احنا محتاجينك تفتح ناحية طريق الفيوم في الحتة الفلانية. انت عندك مثلا اجهزة، لا اذا هتنضم لتأمين الصحي، لا هيئة الرعاية الصحية دي عموما، عشان تمارس المهنة بالظبط. هيئة الرعاية الصحية دي انت عندك ستة اشعة مقطعية في الحي ده، هتقولك لا احنا محتاجين اشعة مقطعية في الحي. ففكرة الرعاية الصحية دي ان هي بترسم الخطة لعدالة توزيع التخصصات والاطباء والمرضى، هتوزع المرضى ازاي بطريقة عادلة، وعدالة توزيع المدربين والمتدربين في كل المستشفيات. هي دي النقطة المهمة، لأن جت فترة من الفترات جم ناس في الجامعة يقول لك ازاي يعني هيئة زي دي تيجي تديرنا؟ هو مش هيجي يديرك، لكن أنت مثلا في جامعة زي جامعة الزقازيق، أنت ما عندكش جهاز معين أو ما عندكش حاجة معينة، هو هيقول لك لا ده أنا لما نيجي حد يستثمر يروح في الحتة دي يعملها، لأنه إحنا محتاجين عدالة.